المقاله اسمها الاشاره الحمراء، وبتتكلم عن الفتن والمؤامرات في الكره المصريه او في الساحه الرياضيه. طبعا في البدايه لازم نرحب بالاستاذ جمال. مساء الخير على حضرتك يا استاذ جمال. مساء الخير، ازيك يا شيماء؟ ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك، اكيد منورنا في قناه نادي الاهلي وبالتحديد في برنامج كلام في الميديا، وعايزين نعرف بقى من حضرتك كثير عن هذه المقاله اللي حضرتك نشرتها في اخبار اليوم. هل حضرتك شايف ان فعلا الوسط الرياضي بقى مليان فتن ومؤامرات؟ الوسط الرياضي للاسف الشديد، الاول يمكن كان في قبل كده كان في غيره بين الأندية بين الأشخاص، لكنها غيرة مكتومة. دلوقتي المسألة بقت عيني عينك. بقت عيني عينك، ووصلت لمرحلة إنه بصراحة كده إنه بقى في ناس يعني بيتطوعوا. طبعا بيتطوعوا، التطوع هنا يعني المفروض إنه مجانا، لا، في ناس بتتطوع مقابل أجر، يعني لأنها تخوض حروب وتفتعل ازمات وانا بقول يبقى ده مش تطوع، لا ده حاجه ثانيه. ده انا بقول المتطوعين دول مجازا، يمكن بيحاولوا يبينوا نفسهم متطوعين قدام الجمهور اللي هم بيحبوا، يعني او هم يعني عندهم نيه ان هم يستعطفوه او يوصلوا عن طريقه لحاجه معينه في دماغهم، لكن هو في الحقيقه ما هوش تطوع ولا اي حاجه، لا دي حاجه مدفوعه الاجر. زي ما حضرتك قلتي كده، هم بيبالغوا جدا في التعبير عن حبهم لاي كيان، كل واحد حر يشجع النادي اللي بيحبه. استاذ جمال، كمان ساعات الحب ده بيجي فجاه، يعني ممكن تكون بتحب الكيان ده بس فجاه تحبه قوي كده من غير مقدمات بزياده. لا، يعني في ما هو اخطر كمان، في ناس بتشجع كيان وتنتقل الى كيان اخر مع تغير الظروف، وبيبقوا باينين جدا، هم متخيلين او الناس دول متخيلين ان ما حدش متابعهم، لكن القصه واضحه جدا. ما بقاش في يعني خوف على الرياضه المصريه. صحيح. يعني طبعا ده يمكن الطابع الاساسي او الجزء الاساسي في المقال. الجزء الثاني بقى اللي هو مهم جدا برضو، اللي هو الخاص بقى، انا لقيت ثوره على مواقع التواصل على بعد اللقاء الشهير اثناء توقيع عقد الرعايه بين الاهلي وبين صحيح برزنتيشن سبورتس. فالناس لقيتهم مبالغين جدا جدا في الغضب والثوره على اللقاء، اللي هو يعني كان في نوع شويه من التاثر كده العاطفي من جانب الاخ محمد كامل رئيس شركه برزنتيشن. فبقول ان ثورة عارمة تمكنت من البعض بعد البوسة الشهيرة أو القبلة يعني الشهيرة لمحمد كامل رئيس برزنتيشن لرأس محمود الخطيب، كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وهو يبكي متأثرا بشدة. أنا بقول بقى إنه ده الثورة دي مبالغ فيها جدا يا شيماء، لأنه واضح يعني ما فيش حد هيتعاقد مع النادي الأهلي ومش هيبقى فرحان. يعني النادي الأهلي وخاصة حتى لو كان هذا التعاقد تعاقد للرعايه، صحيح، اعتقد حتى لو كان بيزنس بحت فهو برضه هيكون مستفيد وكده هيكون سعيد. حتى لو بيزنس بحت كويس، الله ينور عليكي، هيبقى فرحان جدا وممكن يبكي من الفرحه. فشيء طبيعي جدا. وبعدين اللقطه نفسها، ده المثير بقى للدهشه، ليس فيها اي اساءه لاي نادي اخر، وليس فيها خالص تقليل من شان اي نادي. وبعدين في حاجه تانية يا استاذ جمال، يعني هو الطبيعي ان بغض النظر عن الاشخاص اللي بيشتغلوا مثلا في المجال الرياضي، كل شخص من جوه، يعني مثلا انا كنت قبل ما اجي قناه النادي الاهلي انا كنت بشتغل، انا كنت برضه مذيعه، بس لما كان حد بيسالني عن انا بحب انت بتشجعي ايه، فانا كنت بقول بمنتهى الصراحه انا بشجع النادي الاهلي، بحب النادي الاهلي، بس ده ملوش اي علاقه بشغلي. يعني انا انسانه مهنيه، بعرف افرق بين الحب والتشجيع وبين شغلي، لازم كل واحد يتقي ربنا في شغله، اكيد دي حاجه ما فيهاش كلام. فهو طبيعي ان هو الراجل ما قالش حاجه وبيقول انا بشجع النادي الاهلي، ممكن يكون بيشجع نادي اخر، ايه المشكله؟ لا، وتاكيدا لكلام حضرتك، انا شخصيا ويمكن كل الزملاء يعلموا هذا، انا كان ليا تجربه طويله جدا في النادي الاهلي وفي مجله النادي الاهلي، وكنت مدير تحرير المجله في وقت الكابتن عبد المجيد نعمان لما كان رئيس التحرير،
على مدار سنوات طويلة. ورغم هذا كانت تعليماته لينا ان احنا لا نسيء لاي نادي اخر. صحيح، وادي التعليمات اللي عندنا برضو في القناة دايما. وبعدها تعاملنا، انا في فترة معينة كنت مدير تحرير مجلة الزمالك. بعدها الاسماعيلي. انا اقصد انت كاعلامية صحيح من حقك ان انت تمارسي المهنة ولكن من غير اساءة لحد. اكيد. انما التشجيع انت بتحبي مين ده حاجة بينك وبين نفسك وربنا هو اللي يعرفها. صحيح. والجماهير عارفاها برضو على فكرة. صحيح. الجزء اللي هو الثاني برضو اللي اعتقد كان مهم، في الجزء الثالث بقى اللي هو الخاص بقضية نادي القرن. نادي القرن ده بقاله 18 سنة النادي الاهلي حصل على هذا اللقب، من 18 سنة. ليه كل سنة بنرجع نتكلم في الموضوع ده؟ ده احنا خلاص ده القرن عدى تلته. انا بقول ان هي موجة، انا حتى كاتب كده ان هي موجة جديدة انطلقت للمطالبة بلقب نادي القرن العشرين اللي هو بيطالب بها نادي الزمالك. بقول النادي الاهلي فاز باللقب ده من 18 سنة، و يعني عايز اقول انه الاوراق الرسمية والبطولات والمشاركات بتقول هذا الكلام. لو كان نادي الزمالك لديه اوراق ومن حقه ان هو ياخذ اجراءات معينة تثبت عكس ذلك، يعني فليتقدم بيها، لانه المساله ما هياش خلاف شخصي، يعني ليس خلاف شخصي بين الاهلي والزمالك. ده هناك جهه محايده هي الاتحاد الافريقي، هي التي تقول ان النادي الاهلي هو رقم واحد على مستوى انديه القاره الافريقيه كلها في القرن العشرين. فنتمنى الهدوء شويه من طب الجميع. طب استاذ جمال، عايز اسال حضرتك على حاجه، اثاره طبعا. الموضوع ده في الوقت ده تحديدا، هل فعلا للمطالبه باللقب ولا زوبعه عشان نخبي على الحاجات الثانيه بتحصل؟ الاجابه الثانيه، يعني ممكن جدا تكون هي يعني قنبله برضو بتتقال دايما في المشاكل، يعني ما يبقى في مشاكل يطرح هذا الامر مره اخرى. وبعدين انا بسمع ناس لما بيتكلموا في الامور دي كانه هم الحكم في هذا الامر. لا، المساله زي ما قلت لحضرتك هي مساله يعني اجراءات ومستندات. طب عندك نادي ريال مدريد هو نادي القرن في اوروبا، نادي القرن العشرين، ويليه مش برشلونه يوفنتوس. لماذا لم نسمع على طوال هذه السنوات عن أي مشاكل أو أي مطالبات؟ أنا بتمنى أنه أي حد طبعاً له حق عايز ياخده، ده ما حدش يقدر يراجعه في كده، لكن أنا بتمنى أنه لا يتم إثارة جماهير الناديين الكبيرين. وأنا هنا بقول أهو الناديين الكبيرين اللي هم عندهم الشعبيه الاكثر في الكره المصريه وفي الرياضه المصريه. مش عايز نلعب على الوتر، هناك حقائق موجوده. اذا كان هناك احد يملك اوراق ومستندات تغير حقيقه اهلا بي، ما كانش اعتقد انه نلتفت الى المستقبل والحاضر. عندنا قرن جديد اهو، يعني نقدر صحيح اي نادي يعني ممكن ينافس و يحصل على البطولات وهكذا. صحيح. استاذ جمال الزهيري، نورتنا النهارده في كلام في الميديا، بشكرك جدا على وجودك معانا.